ما كبرت في عيالي، يا ما صغرت بشوات. واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده، خلصت الحسابات. يا ما قلبت اوجاع، يا ما غيرت اوضاع، يا ما رخصت غاليين، يا ما بينت انواع، يا ما فتحت ابواب، يا ما قفلت ابواب، يا ما خربت في بيوت، يا ما طمعت بياع. لازم اضمن الفلوس دي هترجع متى وكيف. ايوه لازم اضمن حقي. اللي انت طالبه ده مش مبلغ صغير، مش 1000 ولا 2000، دول 10 مليون جنيه. بقي الحكايه كده يا حكيم. ايه ما تجيش الا كده. سبحانك يا رب. تجي لك عبد الله تحاسبني كنت فين، ها؟ وانا عمال اشتغل واشيل واحط وأكبر وعلي. جاي دلوقتي جاي عشان تاخد كل حاجة جاهز. هل بسان جاب حكيم؟ وانا قلت لك مش حاجة جنبك، حاجة بجنبك، بس انت اللي مش عاجبك كلامي. كلامك مش عاجبه يا عبد الحكيم ولا عاجبني انا كمان. وده ايه بقى ان شاء الله؟ كريمة اطلع فوق. مش طالعة، مش طالعة. انت ما بتشهدش منه، ده حقنا وحقنا ده كتير قوي، عارفينه بالورقه والقلم يا سي عبد الحكيم. واللي كان زمان بجنيه دلوقتي بألف جنيه. بيقول ان انت اللي ورا الحكايه دي. خلاص يا كريم الموضوع انتهى. لا ما انتهاش لسه. قولي قولي، عايز اسمع كل اللي عندك. خلاص يا عبد الحكيم
انا مش عايز حاجه. يعني ايه مش عايز حاجه واحنا بنشحت منه؟ ده حقنا يا عبد الله، حقنا يا اخويا. الله، ولا انت عايز تضيع حقنا؟ من زمان وانا بقول لك كده، ما كنتش حابه توقف الوقفه اللي انتوا واقفينها دي. طبعا يا طلق بتلاقي. ما تكملش يا عبد الله، ما تكملش، انا همشي. بس خليك فاكر، من زمان وانا بقول لك، يعني انا صح وانت اللي غلط. منورنا يا سي عبد الحكيم. كريم احسها بجعالي علينا يا عبد الله، وانت السبب. خلاص يا ابو حكيم. لا ما خلاص، ولازم اقول لك على كل حاجه. ابوك كان غضبان عليك، عارف ليه؟ عشان كنت عايز تبيع الارض وتشتري في مصر عشان تبعد مع الهانم. ده مش صح يا ابو حكيم. صح ولا مش صح؟ هو ده اللي حصل، عشان كده طلعت من ذمته. ابوك كان غضبان عليك عشان اللي انت عملته. كنت عايز تقعد مع الهانم وبعت ابوك، خليتك تخسر القريب والبعيد. ولعلمك يا عبد الله، اوعى تكون مصدق ان انا صدقتك لما قلت انك خسرت فلوسك وانك محتاج. لا، انت عملت الشويتين دول عشان تاخد الفلوس. عيب يا عبد الله، عيب يا اخويا. شفت ردوده قال لك ايه وعمل ايه؟ عشان تعرف ان انا من زمان في كل كلمه قلتها لك كان عندي حق. خلاص يا كريم، معلش ولا كلمه في الموضوع ده تاني. خلاص، وانا كل ما اتكلم تقول لي خلاص يا كريمه، خلاص يا كريمه. خلاص بقى، خلاص بقى يا ماما. بابا خلاص انسى، احنا مش عايزين منهم حاجه اصلا. ايه مش عايزين منهم حاجه دي؟ لا ده حقنا ولازم ناخده على فكره. ايوه ارتال عندها حق. راح فين يا عبد الله وسايبنا بنهاتي كده؟ مش تيجي نشوف حل المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يا ماما بقى، يا ماما ارجوكي سيبيه دلوقتي، الحكايه دي ليها مليون حل. يا جماعه بالراحه عليه شويه، مش كده بقى؟ طب وبعدين هنعمل ايه؟ المحاكم. المحاكم؟ ايه المحاكم؟ يعني نرفع قضيه على عمي ونقول فيها ان هو شفط مالنا وحالنا، وان احنا بقى عايزين لجنه تحدد ايه اللي ليه وايه اللي لينا، ويقدم بقى هو الاوراق اللي تثبت ان كل ده ملكه وان احنا مالناش حاجه عنده. ولو ده حصل يا ماما يبقى يا ستي احنا غلطانين وحقه علينا، انما لو لينا حق هناخده من حبابي عينيه كمان. حل سليم 100%، وانا مش هتنازل عن الحق ده. بابا مش هيرضى يا ماما. بابا لازم يرضى يا شهد، لازم يرضى، لازم يرضى. زي ما بقول لك كده، انت واعيه للكلام اللي بتقوليه ده؟ ان شاء الله اموت. يعني صح، الحاجة سميره عايزاني لولدها؟ اه، بس هي يعني قلقانه. قلقانه من ايه؟ قلقانه منك، خايفه يعني تقولي لا لك منه كان متجوز ومخلف. هو انا يعني مفروض اقول لك منه يعني كان متجوز ومخلف؟ بس ما خلاص، مرته ماتت، وبعدين يعني هو كان هيعيش كده؟ ما من حقه يتجوز تاني. خلاص هقول لها. لا تقولي لها ايه؟ اوعي تقولي لها ان انا قلت كده. امال اعمل ايه؟ انت تقولي لها ان انت عماله تفكري ومش عارفه تفتحين ازاي في الكلام، وتجيبيها شمال ويمين وفوق وتحت عشان يعني تعرفي كيف تفتحي معايا الكلام ده. حلو الكلام. وتقولي لها كمان ان انا كنت رافضه خالص اكمنه يعني كان متجوز ومخلف قبل كده، وانا يعني لسه ما سبقليش الجواز. زين هقول. وقولي لها كمان
ان انا وافقت بعد ما زنيتي عليا وقعدتي تقنعيني ها؟ من غير ما تقولي انا كنت حاملك ده. بس هو الكلام اللي هتقوله لها ده يخليها ترجع في كلامها. لا هما هيلاقوا في جمالك فين وحلاوتك فين. بس عايزه اقول لك الراجل حلو وبيض ولسانه بينجد سكر. ايوه ايوه يا بنت فاكراه. بس قولي لي هو لسه حلو كده وشادد حاله ولا عجاز؟ ولا يهمك. اقول لك انا يا بابا رايي بعد كل اللي حصل ده، احنا لازم نرجع احسن من الاول 100 مره، ولازم الدنيا كلها تعرف ان احنا هنرجع تاني ملوك السوق. وعمي ده لازم يفهم ان كل فلوسه دي ولا ليها اي لازمه يا بابا، ولازم يعرف ان هو لو كان مد ايده كان بقى هو الكسبان. بتفكر في ايه يعني؟ فينا مثلا؟ ايه يا بابا؟ فاكرنا بقى هنقعد نعيط ونصوت عشان شوية فلوس؟ لا، انت تبقى غلطان ومش عارف انت مخلف مين ولا ربيتنا ازاي. انا عارف، عارف يا بنتي، بس ما يسكوش تتعبوا. مين قال ان احنا مش هنتعب؟ مين قال اصلا ان الدنيا دي فيها راحة؟ هقول لك على حاجة بابا، اللي حصل ده لحد دلوقتي كده زي الفل. لو جت على شوية فلوس في 60 ده يا سيدي، المهم ان انت وسطينا. هقول لك على حاجة بقى، انا من بكرة هنزل معاك المكتب، عايزين نقعد انا وانت كده نظبط الامور كلها ونشوف هنعمل ايه. انت نسيت انا بنجيرة ولا ايه؟ يعني اعرف اظبط كل حاجة كده واستفها كويس. مش عايزك تشيل هم، الدنيا كلها بتحبك وكل الناس هتقف جنبك، انت بس اللي مكبر المواضيع. يا بنتي ما تكبرهاش والله، بس انا كان غرضي انكم ما تتبهدلوش. حبيبي نتبهدل ده لو احنا ضعاف، بس خد بالك احنا جامدين وناشفين قوي، انت بس باين عليك انك مش واخد بالك انك مخلف رجاله. سيبك انت بقى من شويه الشعر والمكياج والحاجات دي، انا ادخن شنب في البنك بيترعش كده قدامي. متشيلش هم حبيبتي. ربنا يخليك. يخليك لينا يا حبيبي. عبد الله جه هنا؟ ايوه. وكلم فوزيه؟ بس ايه هي ما خلتلوش. ايه احسن. ايوه. وانت عملت ايه؟ والله انا قلت له اللي عايزه اديه له. اهدي امال يا جبريه، اهدي. انا قلت له لو عايز اي حاجه بس سلف نكتب بيها ورق، والطريقه اللي انا اقول عليها يدفع بيها، ولو اني مش مقتنع بالحكايه اللي قالها لي. طبعا معلوم. اها كل ده تدابير العقربه كريمه، مش هتهمد الا لما تاخد كل اللي هي عايزاه. ده لما تشوف حاله متودنا. ريحت قلبي يا اخويا، الحمد لله. عشيك عاد. ايوه والله جعان يا جبريه. هعمل لك حته واكله تجننك. سد الحلق. انا بقول البلد منور عليه. الكبير وصل. الحمد لله على السلامه يا ابوي. الله يسلمك مروه. ازيك يا ولدي؟ الحمد لله. عرفت ان عمي جه؟ اه. عرفت عايز ايه كمان؟ ايه عرفت. قول لي يا ابوي هتعمل ايه؟ مالكش صالح باللي بيني وبين اخوي. يا ابوي عمي محتاج، لازم نساعده، وده هيقربكم من بعض. للدرجه دي بتحب عمك؟ ايوه بحبه يا ابوي. طب شو بقى اللي هقول لك عليه عشان تعرف ان ابوك عمره ما كان ندل مع عمك، وان عملت له كل حاجه هو عايزها. عمك هو السبب في موت جدك. ايوه جدك اللي كان عايز يشيل عين من عينيه ويديها لعبد الله عشان يبقى مبسوط. اتجوز كريمه، خدته عشان يعيشوا في مصر، قال له بلاش يا ولدي اقعد معانا، لكن هو سابنا. قال له لو مشيت مش هتعاود تاني، ومشي. ده
حكاية قديمة قوي يا أبوي. إحنا عبارة عن أيام بتعدي، واللي بتعمله في حياتك هو اللي بيبقى لك. يا أبوي أنا بقول لك عمي محتاج ولازم نقف جنبه، لازم نقف جنبه يا أبوي. مين قال لك إنه صادق؟ أنا متأكد إنه مش كذاب. حتى لو ما كنتش كذاب، تاخد بالك هو جه متى؟ خبط على الباب متى؟ لما حس إنه محتاج، لما حس إنه وجع وعايزنا، ما جاش عشان يسأل ولا يطمن. وإحنا كمان لا كنا بنسأل عليهم ولا مفكرين فيهم كمان. حتى لما كنت أتدلى مصر وأفوت عليه أحس عيونه عايزة تتكلم، تتمنى إنك ترفع سماعة التليفون عليه وتقول له تعال، ده أخوك يا أبوي. ما جاش ندمان على اللي حصل، على موت جدك. أنت طيب يا مروان، هقول لك حاجة حكمة وعارفها، اللي يصعب عليك يفقدك. فاهم؟ صعبان عليك عبد الله قوي. طلع لي تسد الحنك فوق. حاضر. خبر ايه يا مروان؟ وجد عمي ولا ايه يما؟ حسك عينك اسمعك نوبه تانيه بتقول لابوك يديله ميلم. فاهم ولا لا؟ كريمه دي نفسها ومن عينها. هتشوفنا مش لاقيين ناكل عشان تؤمر وتتأمر علينا. دول بنات عمنا، يعني لحمنا ودمنا يما. ومالك قلبك رهيف عليهم قديه؟ ده احنا يا دوب كنا بنشوفهم. انا الحال ده مش عاجبني. ان شاء الله ما عجبك. اسمع كلام ابوك وخليك طوع، يا اما تن والله يا مروان اكسر دماغك. ايه ده؟ الو. وحشني، زعلت قوي لما مشيت وسبتني. على فكره انت لازم تشوف لك حل. انا مش عارفه، انا انت شاغل بالي بزياده. انا عمري ما حسيت ان انا بحبك قوي كده مروان. ما تخافش، سيب نفسك، ما تقعدش تحاسبها. في حاجات لو قعدت تفكر فيها هتلاقيها راحت منك وما عادش ليها طعم. ما تقعدش تفكر بكرة في ايه ولا هتعمل ايه، فكر بس ان احنا نبقوا مع بعض مبسوطين حتى ولو ليوم واحد. انا عمري ما خفت يا فريدة، ولا حسبتها زي ما انت حسبها، بس لازم تعرفي انا عمري ما ظلمت حد. انا هقول لك الحقيقه يا فريد، انت في بالي، في بالي من زمان قوي، بس انا مش من الرجاله اللي يجروا ورا الحريم. لا مش انا، بس لما أتأكد من قلبي وأبقى متأكد إني هكمل مع اللي حبيته، أديه عمري يا فريدة، أديه عمري. يا لهوي بالي عليك، الكلام ده طب ما أنت بتقوله أهو. تصدق وقعت قلبي. بقول لك انت لازم تشوف لك حل. انا مش هسيبك، انا خلاص حطيتك في دماغي، وانت ما تعرفش فريدة لما تحط حد في دماغها بتعمل ايه. اشوفك ميتة. لا لا لا، انا لو علي اشوفك دلوقتي وتيجي وانت عارف انا عايزه ايه.
انت فاهم. سلام. تيجي تعزم في الفجرية وتيجي وكوكوكو بالفجرية يلا بينا على باب يا نهار اسود. انت عايز ست الجبرية السوداء تعيش وتعمل لي فضيحة؟ مش فاضية، قاعدة مع فوزية بيفكروا ازاي يدمروا العالم. عالم ايه اللي هيدمروه؟ دي هتدمرنا انا. طب وانا عايش كيف؟ بقول لك ايه، خلاص انت واخدها حلوة نفس الوانة ولا ايه؟ لا هي روحي، انت لازم تقول لاخرة اللي احنا فيه ده ايه. انت بنت بايخة وبتعكن المزاج على فكرة. وانت مش ناوي تجيبها البر؟ اجيبها البر كيف وانت موجودة؟ نتجوز. وماله؟ صحي حسن؟ اه صح. طب لعلمك انا كنت بفكر في كده، كنت جاي اتفق معاك بس انت بتكفليني. صح يا حسن. صح يا حسن. عبد الله انت لازم يا اخويا تشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها دي، وان كان عليا انا مش هسيب حق بناتي ابدا. كريم بلا كريمه بلا بخيله. الله، اللي انا بتكلم فيه ده مش من حقك انت لوحدك، ده من حق الولايه دول. بقول لك ايه يا كريمه، انا ما عايش اتكلم في الموضوع ده واصل. بابا عمي قال ان احنا ملناش حق. لو حضرتك قلت دلوقتي ان احنا ملناش حق فاحنا هنسكت ومش هنتكلم. حق ايه ده اللي بتتكلمي فيه يا ريتال؟ من امتى احنا بنتكلم في الحكايه دي؟ من دلوقتي لازم نتكلم فيها علشان نعرف لينا ايه وملناش ايه. ها ما ترد يا عبد الله، ليهم حق ولا ملهمش؟ ما بصليش كده يا عبد الله، انت الوحيد اللي هتقدر تقول لهم ليهم حق ولا ملهمش. مالك خايف وقلقان ليه؟ خايف لبناتك يكرهوا عمهم؟ اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي، بيكرهوا عمهم وما بيطقهوش. كريم انا مش عايز اسمع منك ولا كلمه، وكفايه اللي حصل. اتكلم يا عبد الله، ليهم حق ولا مالهمش؟ ليهم كتير. البنات ليهم حق عند عمهم، ليهم بيوت وأرض وتجارة ومال مالوش حد. بس أنا مش حاجة فوق دم أخويا في المحكمة، مش حاجة في المحكمة وأقول للقاضي أخويا مش عايز يديني حقي ويوكلوا علي، مش حاجة في أخويا في المحكمة حتى لو حموت من الجوع. يا كريم أنت حر في نفسك، تموت من الجوع تمد إيدك تقول لله تشهد، بس مش حر يا عبد الله في حق بناتك دول ومالهم. يا ناس يا ناس، مالي وأنا حر فيه؟ لا يا بابا مش حر فيه، وده مش مالك لوحدك، ده مالنا كلنا. يعني لو حضرتك هتتنازل عنه فاحنا مش هنتنازل عنه يا بابا، ولو ماما واخواتي هيتنازلوا عنه فانا عن نفسي مش هتنازل عنه يا بابا، وحقي وهاخده. يعني هاخده. ها ما ترد، ما تقول حاجه. فاكر لما كنت بقول لك يا عبد الله انت بتهنا وبتجرحنا لما تسيب حقنا؟ وهو جبريه هي وولادها بيتمتعوا وبيتمرمغوا في العز وفي الفلوس في عز الأزمة اللي احنا فيها. ناس نفوخ هينفجر، مش عايز أسمع حاجة. لا يا عبد الله لازم تسمعني. خلاص يا ماما أرجوكي كفاية. لا مش كفاية، أوعي إيدي. لازم يسمعني. أنا ريقي نشف معايا، يا ما قلت له روح يا عبد الله طالب بحقك بمراسك، اقف لاخوك ما تخافش منه، ما تعملوش حساب زي ما هو ما بيعملكش حساب. اقف وري له كرامتك، وري له ان انت قد وقدود وليك عنده حق، وعارف ان انت خلاص يا كريم. خلاص تحزن ايه؟ حزن نقف لاخوك، حزن انك تلبط. مش هيحصل يا كريم، مش هقف لاخوي، مش هيحصل حد. بابا انت كويس؟ بابا طب الدكتور يا بنتي. عبد الله بابا، عبد الله بابا، عبد أخوك في زنقة عبد الحكيم، ولازم تقف جنبه.
يعني اديهم اهلنا ومال ابويا تاخد البنات ببعت وشمال ويمين في الاخر كل واحده فيهم تتجوز واحد ملوش عازه ياخد اللي وراها واللي قدامها. لساك بتفكر اياك؟ لا بفكر ولا حاجه. هو انا مش عارفاك وعارفه ايه اللي بيدور في راسك وعارفه ان قلبك ممكن يحن ويلين. عايز انا اقول الحق؟ الحق هو اننا ما نسيبش تعبنا وشجانا وشجبونا ونرميه في حجر الحريم ينطوروه شمال ويمين. لو قلت اه المره دي مش هتسد الحناك اللي هتتفتح عليك. انا سالت عرفت انه مديون فعلا. يشيل شيلته، مش هو اللي اختارها؟ مش هو قال لك زمان انه مش عايز حاجه؟ نسيت ولا فكرك يا عبد الحكيم؟ ايوه ويا ما قلنا له يا فوزي. خلاص يا قلب اختك، احنا قلنا له اي جواله كمان. نسيت انه هو قال لك اشمعنى انت اللي تبقى في يدك كل حاجه؟ نسيت انه كان عايز يبيع الارض ويضحك علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. يعني انا مش غلطان لما قلت له لا؟ لا طبعا مش غلطان. غلط ايه؟ الغلط انك ترمي مالنا تحت رجلين كريمه وبناتها. ايوه عندك حق، عندك حق يا حبيبي. عايز اتاخر يا زينب، يقطعني يا ريتني لا اتكلمت في فلوس ولا في مراس. والله يا بنتي ما بتكلم عشاني، انا بتكلم عشان الورطه اللي احنا فيها دي، عشان يدور على حقه. يشبيك يا عبد الله، والله عندي استعداد اقعد في البدروم تاني، بس عبد الله يبقى كويس. اهدي يا ماما اهدي، هو عشان يبقى كويس. الباب يخبط، الباب يخبط. ايوه دكتور ايه يا دكتور؟ اتكلم قول حاجه. خير يا دكتور. ايه يا دكتور؟ لازم يتنقل المستشفى حالا، دي جلطه. جلطه؟ ايه؟ جلطه؟ انا السبب، انا السبب، انا السبب. انا كنت حاسه اني كنت عارف. طب بقول لك ايه، انا عايزك تقعدي انت هنا وانا هقوم بكل حاجه. لا انت تطلب لنا الاسعاف ورجلي على رجلك حالا. العبايه، هاتوا لي عبايه. اهلا اهلا بسيدي الرجاله. عامله لك واكل هتاكل صوابعك وراه. انت كنت فين؟ كنت فين ايه؟ كنت في المكتب. مكتب؟ مكتب ايه يا روح الروح؟ انت كنت مع واحده. واحده ايه انت التانيه؟ شم، عاوزك تشم زين يا ولد عبد الحكيم. ايه ولد عبد الحكيم ده؟ انت لفوك اتخلع خلاص. امك عايزه تجوزك صح؟ رحت معها لمين؟ شفت مين وقعدت معاها يا مروان؟ انت اتخبلتي خلاص، اتخبلتي؟ انا مش خبلانه، انا عارفه انا بقول ايه ومش هسيبك الا لما تقول لي انت كنت مع مين. لا انت اتجننتي. مش هتطلع يا مروان الا لما تجر وتعترف انت كنت مع مين. ابعدي من وجهي دلوقتي. ابعدي انا عشان غيري يقعد؟ ما انت خلاص زهقت مني وعايز تغير فرشتك. واسم الله عليك محلو ومسبسب وماشيلي في البلد يا ما هنا يا ما هناك. ديك يا اخواتي، وطبعا حارمي البلد كلها مش شايفه غيرك. امال مال وحسب ونسب واكبر عيله في البلد تتمنى تجوزك بنتها حتى لو كنت متجوز صح؟ وانت عارفه كل حاجه، وعي وشاطره، يعني ممكن جوزك يروح منك في اي لحظه بسبب عمايلك دي. امك اللي اختارتها صح؟ ناديا حبيبتي مفيش حاجة. لا عايز يدك عني. ايه قولك ان انا هروح لامك ومش هسيبها الا لما تقول لي هي مين؟ انت مفكر انه خلاص رجعت معاك البيت يبقى كده خلاص؟ لا يا حبيبي، يا حتة من قلبي كله اللي كرمتي. انا رجعت هنا عشان ابوي قال لي ارجعي، لكن ان كان علي انا مش عاوز ارجع البيت ده تاني. هي
وصلت لك ده؟ ايوه كده. طيب انقلعي. مع السلامه. مروان انت ليه عامل في نفسك كده؟ ما تسيبها تغور، دي ما تسواش اللقمه اللي بتاكلها يا اخوي. هي كانت تحلم تعيش في بيت زي ده ولا تتجوز راجل زيك. عيني عليك يا اخوي متجوز عقربه. بخي يا اختي في ودانه بخي. ما هي ناقصة مش كفاية أمك جرى يا بت؟ مالك كده عمالة تتشرطي وتتأمري؟ فيكي إيه؟ واقفة كده ليه؟ مش قلتي ما عايزاش البيت ده؟ ما عايزاش؟ مضغور في داهية، ده الباب يفوت قرد مسلسل زيك، ده أنا هكسر وراكي خمس بلاليس مش بلاص واحد. بلاليس؟ يا أختي يا حلوة يا جميلة. أوعي يا بت، بتمدي يدك على بنتي؟ في إيه؟ أنا مش بت، أنا اسمي نادية، واللي هيغلط فيا بعد كده ولا يقول لي كلمة مش عجباني هرد عليه بعشرة. بعشرة إيه؟ بمية. مية عفريت لما يتنططوا كده ونططوكي زي اليويو. ينططوكي يا بعيدة يا مسحتنا يا اللي عاملة زي المعزة السايبة اللي على حمي وأنا بارد. مين دارت؟ مين دي اللي عاملة زي المعزة؟ حلو قوي، عملتوا ربطية عليا؟ ده نقف قدام عشرة زيكم. وحياة أمك. صح، علميها الأدب يا فوزية. لا 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 يا عمتي، شفتي ده جديد، شوفي لك واحد قديم. الغل واكل قلبك وشايله ومعبيه مني عشان ابوي مرضيش يتجوزك وسابك اتعنسي. خليك كده اهري، ما انا بنت اللي رماكي ولا عبرك. مين ده اللي رماني ولا عبرني؟ ده مهطل. تزعليش يا حبيبتي، ده كلب ولا يسوى وانت اللي رميتيه عشان تاخدي سيد سيده. اهري قسما بالله ما سايباك. روحي الحق يما، دي هتخلص عليها. احسن يقتلوا بعض ونخلص منهم التنين. الو؟ ايوه مين معايا؟ مش دي نمرة عبد الحكيم؟ انا حسن ولده. مين سعادتك؟ انا رتال بنت عمك يا حسن. ايه يا بنت عمي؟ خير في ايه؟ حصل ميتة ده؟ طيب اهدي اهدي، ان شاء الله خير، احنا هنجيلك على طول ما تقلقيش. كنت بتكلمي مين؟ بكلم حسن ابن عمك. ليه بقى ان شاء الله؟ مين قالك تعملي كده يا ريتال؟ مش لازم حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ هو احنا مش اهل؟ لازم يجوا يشوفوا احنا فينا ايه؟ بس ده غلط مش صح؟ لا مش غلط، اللي انا عملته ده هو الصح. مش يمكن عمك لما يجي يشوف ابوكي في المستشفى يعرف ان احنا ما كناش بنكذب عليه ولا حاجه؟ انت بتشحتي يا ريتال؟ بشحت؟ لا ما بشحتش، بس بفكر. احنا لينا حق، لينا حق يا شهد. ابوكي سابه زمان، مش هينفع احنا نسيبه دلوقتي. وده وقت الكلام ده؟ اه وقته، وقته ان احنا نتكلم في الحاجات دي يا شهد. انت عايزه ايه؟ عايزه تلاقينا على الحديده؟ مش لاقيين ناكل وفي الاخر نروح نسكن في العشوائيات؟ احنا كلنا بنشتغل يا ريتال. شغل ايه وزفت ايه؟ ده انا اللي كنت باخده من بابا في يوم بمرتب سنه. يا بنتي انا كنت بروح الشغل هاني، محدش كان يقدر يقول لي انت بتعملي ايه. مش فاهمه قصدك ايه. يعني العز اللي انت فيه ده، الناس اللي كانت بتقول لك يا هانم، اللي كانت بتفتح لك باب العربيه،
كل الناس دي مش هتلاقيهم. اول ما تبقي مفلسه يا شهد مش هتلاقيهم.